يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا وحليف العلم والحكم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وبعد وبرنامج كيني أينو كحسين الراعيتان كالنبي عليه الصلاة والسلام يجعل كيسا يكفى إليس تقى حكمة ديس لحالك أخ لحال وحا أقيم بضن وحي لقاها لي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم ساد رادد بأصحابك أبي هريرة لورنج عبد الرحمن بن صخر الدوس ayuu luqadda ay dadku fahmayaan isagoo kula hadlaya tijaartii uu yeeray Madiina ku ganacsanaysay suuq markaasaa wuxuu dhalkii nabiga masajidka lagu qaybsanaya idinkuna suuqa iska joogtaan waxay u fahmeen maxoolay u fahmeen ma alaaba kale u fahmeen way soo yaaceen masajidkii bay imaadeen waxay arkeen iyadoo xalqado goobooyin loo fadhiyo oo halkan cilmigi quraanka lagu akhriyo cilmigi xadiiska oo meel gaar gaar loo kala fadhiyo waxay dhan dhalkii aad jeegaysay la qaybsanayay Abi Hurayra oo mee dawa kasbu nabigu deeyay xoolo kamu tagina cilmigaas uu ka tagay xikmadda asxaabtu fadhay iyo dadkaasi ay dhageysanayaan ka faa'iideystay macnaa waxa arkay ganacsatadii oo ka baxay masajkii oo deey waxba baran kareela oo asfaq bil aswaq suuqa gacanta la waxa loo kala iibsanaya ay mashquulis almuhim dhalkaasi runtii qofka Ilaahay garansiyay uu baa garanayo faa'iideysanaya أفرتي وراء وين صوت المال الحديث كه قيبت أنا مكان قاضنا هنا وحوي وحياتك قبل موتك نلاش هذا إن تكفى إذا يسته أنت أنا دمانين نلاش إن تكفى إذا يسته أنت أنا دمانين نلاشو وامحي ده وقفوا أنت وأدونك تشوجو أنت وأدوني ده تشوجو يعني جريد كو إيمانين واحد كوك واحد ضري أنت إني كوك إني كلا دويه قفك دنتين كتاب كيسيب الله اللعبي يوح لغا قرية يوح لغا قرية توانا آنو جرين يقف كالنال كايت كالرغاية عمل كاسبانية ويكال الدوين قف كقل كان كتيرا يقف كقبرغا كتيرا فارق او دحيا وحوي منا وحبا لغا قرية منا وحبا لغا قرية مايو لبا أصحابي ايا مرصاوضة إسلامي مركي مرصاوضة إسلامين ايا متكمله وشهيري كي كلنا سند بوك الدنبيايو دار إلهي بور دنتي معناها ده موشة دقال كمور دمانين بس بو يساقر دنت أصحابي أصحاب تكمي ده أيا وحو لبدي أصحابي كو أركي منام يدا أجنة دهار غالي كي مركي دنبي دنتي وكي شهيد كها أجنة دهار غالي رسول كوشيغي صلى الله عليه وسلم مركا وحو كوري دي لبدو دي بان أركيوني كي شهيد كها أجنة دهار غالي marka rasuulku wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wa sallam oo miyaanu ramadaan soomi oo miyaanu intaas oo salaadooda sunnaa tukanin oo miyaanu sanad ka dambeynin qofkaasi aanu amal sameeynin ninkani ha shahiido
لكن من كان كلا يكدم بيوح ودارا سند أي دبديس قداش يا مو تكدم بيسي عمل فلي أو كان فرصة أروه معناه يوم مركن صور ورنا وحويس كلا دين ورجنا من كان فرصة بهلا أنو شهيد كهرين أو سند سند بو كدم بي مركا قف كا أفهم سن مرأو هلا لبين يو وحو كفى إذا السنة يا إنه يهاي أيامه يقف كطاعة عن طريق السنة إنه يسكدي ليه آت بأكله دوين مركن نلاش أيامه النار له يسكدي أنت العافمات كقبته قف كون عذر ككفى إذايا عذر كون كفى إذايا مركو بكاه بكان كاسو كفى إذا السنة يا وحولها أحد وعلام السلف تذكي صالحين تاني كم إذا بوحولها عمل كأنو بيرنينه iya ajrigaanu ka doonayno dhinaca cibaadada naguma filla laakiin waxaanu ilaahay ajri kaga doonayna iyo inuu kayd naga siiyo musibaad iyo balaayoyinka nagu dhacaya oo cudurka kugu dhacaya laftiisa ayaad wax ka urursanaysaa sidaad cibaadada sameeyneys wax uga urursanaysaa waay nabiga wuxuu sii calay salaatu wasalaam qofka cibaadada badan ee cibaadeysanaya ayaamuhu ama safro ama bukoodo intii uu sameen jiray saxiixan muqiiman isagoo caafimaad qabo iska nagi intii leeg baa loo qoray mar walba arinkiisu qofka muuminka waa khayr noloshiisu noloshiisu kama khasaarto alla yaqaanka iimaanka wanaagsan noloshiisu khasaare ma leh hayaatadiisu waa hayaata mubarmaja hayaata habaysan wey way barnaamujeysantay laysa fiha abaf ciyaar uma waqti ciyaareed iyo bilaa macna qofka muuminka ah uma hayaaba waye mar haduu dareensay fursad la siiyay inay noloshuba tahayba tii fursadii buu ka faa'iideysanaya marka rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam ajaban li amri almu'minin amruhu kulluhu khayr qofka muuminka waa la yaab arintiisu la yaab bay leedahay arimiisu dhamaa wada khayr hadii uu helo sarra wax deeq ho ka farxiyo nicmada ilaahay shakara fa kana khayran lahu wuu ku mahadnaqayaa inta uu nool yahay khayr bay u noqonaysaa وإن أسابت الضراء صبر فكان خيرا له هذي دبات كل عدنا وكم مهدنا قيادو خير بيوتي بل نرشي سميانو كم عاشر مركا قفكي نرشي سي وصلة ديارا قولك قولنا عيسا ملا خسارة عيسا هدو بلا يسيني هاي وكان مهد وكان صبري يعني هاي أجرو قري إنما الصبر عند الشدمة الأولى مركيوه الرئيسي بلا يدو كل عدنا صبري والله قري هدو داخله awood buu helay aqoon buu helay adoon buu helay amaan buu helay waxa la wixii u soo kordhayna shakara ilaahay buu ugu mahadnaqay nolosha barakada leh qiimaha leh waa ta sidaas weey aan noloshaas iyada runtii waxa aad iyo aad u qiimo badan de qofku inuu ku qaato xayaatadiisa wax macna u sameynayo ilaahay ka farxinaya subxaana wa taala oo kow uu ka yahay faralka xaqiijintiisu arimo waa raasamaalii faa'iido kale ayaamahaynu adduunyadan joogno waxaynu abuuranahay horta raasamaalka inaan meel iska dhigno cibaadooyinka raasamaalka oo loo yaqaano waajibaadka kow waxaa soo raaca markaa faa'iidooyinka inaynu uruursano si markaa kaydkaynu u dhigayna oo aada u bato akoonka ilaahay u buuxsamo oo dee ah cibaadooyinka sunnaha ah oo dhan waxa intaasi raaca cagafta waxaan duminaysana inaynu ka ilaalino oo loo yaqaano almacaasi macaasidu waa maxay waa wax daarahan khayr kale dhisayso wixii duminayay macnaha casnimada iska ilaali way haddaad ka dhigtay dekaydkaaga ha kala tuurin oo ha dumini diintu intaas caqli ah oo cilmi ah oo xikmad leh wax lagu sheegayaa tala cibaado badan baad samayso waajib leh oo sunna leh oo wixii maamuuraadka ahaa ee lagu farayay leh kaydkaa waad dhigtay waxbaad binaysay waad ku hawshootay marka waxaad doqoniino iyo ducufnimo ah inaad cagaf soo kaxayso maalinba qaybaad dumiso maalinba qaybaad dumiso oo halkaad ka bilowdaan una aad istaagto oo ayaan daro marka diinteenu inta aynu noolahay waxayna faraysaa ficlul ma'muur wa tarkul manhi wixii la ina faro inu samayno iyo wixii laynoo diida inu ka tagno si aynu u macaashi karno sidaa daraaddeed baa nabigu wuxuu dhacay calayhi salaatu wasalaam addoonku inta uu nool yahay waxa xadiithul qudsi ilaahay ka warinayo ilaahay baa waxa uu leeyahay addoonku waxa uu igu soo dhawaadeen ugu jecelahay waxa weeye wixii aan ku faral yeelay waa xadiidkii saxiixa xadiithul qudsiga shaygan faralka kaga dhigay un baan ugu jecelahay waxa uu igu soo dhawaada buu lahayn markasta oo sunnayaasha qolku faralka ku xaragoodo halkaa dhigo nooc walba cibaadooyin kala duwan markastuu sunnaha igu soo dhawaadana
أنا وأنا أسر دوانا يا باي لهوي إلى أن نظم إلى أن يشيس يا دكتيس يا كاميس يا أجيس إلى هي بوحر أنا إلى أن أو حن قرى يا إشيس يا كانتيس يا أجيس أنت بقى أنا نقرى سيدو إلى هون نقرى إلى هي بوحر أنا حبناها إلى علي سيول هاي كوي إلى علي ألا نوحر فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين عيد وحلالي سإلهي بأبو ناكس سبحانه وتعالى ونحريستي سنائي بضانتاي إلهي بأوليدي سإلى عشرة تذكي صالحين تامد كم إذا باوحو مركو وين هذا يا إليه سيبا وناكسا إلكي سيبا وناكسا بركاسا لو يديو حلي بل كورن وانا دوين تاي إن ده هاقا إيا إلك هاقا يقف يربان لمو ذا إيا حبن هاقا إن بضانو كم إذا بركاسا وحو لحفظناها صغارا فحفظها الله كبارا حبنها وحانو إلى علينا مركانو يريرين إلى هين وحو إلى علي مركانو ويناني أصمب بنت أبي بكر إن أبي بكر صديق وحالة الماء بقر تلم على سي كل بات وحا أهيد مد إن بفيقا وقرور حق ريسا وإلكهيدنا دي الله فتاديك وقبطوي سنقاري قاريس المها قفك يري حوق أن إلكي سوك راي لهاي وحين وجدنا حياة ذينا وحين وقف إذينينا وحين كفر أحنا مالين تقيامها وأين كمرغون وحين كسو جبجبين إن آيات إلى هاي وكحص أهل النار كي يقال ذي عبنا يقيامة بركسا إلى هاي وحو هرد جاي أولي هاي فرصة دي عمر جينا نكفي لسنا أولا من عمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صوتا عمر دي سيبا إلى هاي هي فرصة دي نلاش صوتا أنا دي صادر الرسول كي دي صادر جاي كما إذا فائده يسلم نار تاقلع وح إذينه ليه ما هي يبقى إلهي إلهي بأنه كبرينا سبحانه وتعالى إنه إنبت باديه هرمرا الدوية إيه من آخرنا إنسيه نرشو ذا كوي كو فائده إيه كما عاشي أنكو خسارين إلهي نقرده وهذا ما أقوله أستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه صلاة الله خالقنا تتغشى سيد الأمم أحمد الله.